يحافظ على صحة المصريين زي المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أعتقد برنامج مكافحة التدخين، عايزين مؤسسات بلا تدخين، مترو بلا تدخين، مدارس بلا تدخين، مستشفيات بلا تدخين. أنا بزعل جدا، وده نقد ذاتي وزمايلي ما يزعلوش. نعم. لما أدخل مستشفى ألاقي دكاترة بيدخنوا أو المدير بتاع المستشفى بيدخن. أقول له يا حبيبي طب أنت هتقول للعيان بتاعك إزاي ما تدخنش وأنت مدخن. الطبيب المدخن لا يقنع أحدا. لازم في دراسة اتعملت لو أن 80% من الدكاترة المدخنين ما بيفتحوش سيرة التجارة ولا التدخين مع العيان اللي هو محتاج أن هو يبطل أعرف التجارة. أنا بعض دكاترة القلب بيدخنوا. ويقول له إيه؟ انا واحد فيهم بقول له طب شوف انت دكتور بتقول لا. قلبي بيدخن وبعدين هيجي يكلمني على المخاطر. يقول له ايه؟ يقول له ما انا سليم، انا زيك الحمد لله بدخن يعني. نعم. فيعني لا ما فيش حاجه اسمها سليم. انت المفروض تبقى قدوه. عايزين الاماكن العامه نبدا نفعل هذه القوانين، لان احنا عندنا ترسانه من القوانين. عايزين بيئه بلا تدخين، عايزين الناس تبعد عن التلوث. حضرتك سبب رئيسي من التلوث اللي هو التدخين. و9 مليون فرد ماتوا السنه اللي فاتت بسبب التلوث. والسيجاره سبب رئيسي لتلوث البيئه سواء في مستوى البيت او المدرسه او المؤسسه او الكافيه او وسيله النقل العامه او المسرح. فلازم نعمل اماكن عامه بلا تدخين. انت عارف حضرتك امريكا عملت مدن بلا تدخين؟ ولايه كولورادو الامريكيه لما اعلنوا ان هي ولايه بلا تدخين نسبه الازمات القلبيه قلت جدا. فاحنا عايزين نشتغل على نطاق واسع. نفسي نقول العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله تبقى بلا تدخين. يعني نبدأ نطبق في مكان كده نقدر نسيطر عليه. هنحافظ كتير على صحة الناس، وهيبقى برضو تيجي مثلا تعمل على تقول الحي الحكومي مثلا بلا تدخين، حي مثلا الحكومي بلا تدخين، مفيش واحد سيجارة يدخل. اللي معاه علبة سجاير يتفتش وتتاخد منه. زي ما بنسحب الموبايل في بعض الأماكن الحساسة. بجد عايزين نوصل لكده. يعني يبقى مفيش أماكن لبيع التدخين في الأماكن دي. وهو داخل يتفتش لو معاه علبة سجاير تتسحب منه. يعني في الأول كده، بعد شوية الناس تتعود. لازم يبقى تفعيل القوانين. انا بقول لحضرتك لو عايز تعمل مبادره صحيه يعني ذات دراسه جدوى مضمونه ان هي تساعد في الاقتصاد وتساعد في الصحه والامن القومي، لان صحه المواطن امن قومي. صحيح. هي مصر بلا تدخين. نبدا بمصر بلا تدخين، بمدن بلا تدخين، احياء حي حكومي في العاصمه الاداريه بلا تدخين، مستشفيات بلا تدخين، مدارس بلا تدخين، عيادات بلا تدخين. يعني انا جاي اعمل في مكان اخضر انزل الاقي حد تحت ماسك سيجاره، اقول له يا ابني ده انا جايبكم في حته بعيده في معزل جزيره برضه السيجاره مفيش فايده. فاحنا عايزين نعمل اماكن عامه بلا تدخين، دي اكيد هتساعد كتير في صحه المصريين وهتمنع ازمات القلب وتقلل من مخاطر القلب اللي هو القاتل الاول كان في القرن العشرين ومستمر في القرن الواحد وعشرين. ناس كتير فاكره السرطان هو القاتل الاول، لكن للاسف القلب هو القاتل الاول حتى في الستات. دكتور جمال، في مخدر اسمه الايس ده، هل ايضا من ضمن في خطوره على الناس وصحتهم وقلوب الناس؟ الحاجات دي مش بس اللي بتعمل ازمات قلبيه وجلطات، لكن بتتلف خلايا المخ. وبتعمل نوع من الادمان الشديد اللي هي لازم كل شويه يعلي الجرعه اكتر اكتر لغايه ممكن يعمل له توقف التنفس وموت مفاجئ. وتعمل اختلال كهربي حاد في القلب. فدي حاجات قاتله، ده ثم قاتل سريع. يعني اذا كانت السيجاره العاديه موت بالبطيء، فهذه المخدرات والانواع المبتكره ده موت سريع بقى، ده انتحار سريع. لقينا الفتره الاخيره، يعني طبعا الاعمار بيد الله وكل واحد له وقت وله ساعه، لقينا بعض الناس يعني سن صغير موت فجاه، بيموت فجاه. ده يعني هذا الامر هل علميا طبيا بتشوفوه ازاي هذه الامور؟ علميا امريكا هي البلد الوحيده اللي عامله دراسه شامله على معدلات السكته القلبيه والموت المفاجئ في الكبار والصغيرين. وامريكا حوالي 300 مليون شخص وعندهم 300 الف في السنه بيموتوا موت مفاجئ السكته القلبيه. والموت المفاجئ بيبقى درامي وصاعق وصادم للشخص وللاهل. قال تعالى لا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. زي ما كانت الاستاذه لميس بتكلم اخو مصطفى درويش تقول له ما كتبش وصيه توصيه، قال لا يا استاذه لميس ما لحقش، ده دوبك قال ما لحقناش، لا يستطيع كتابه توصيه. فهو موت درامي جدا. الاسباب التقليديه كلنا عارفينها، الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين بانواعه اللي احنا قلناها. في حاجات جديده بحب اقولها، ودي يمكن الامريكان نشروها جمعيه الاب الامريكيه منذ اسابيع قليله، ما كناش بناخد بالنا منها او ما بنركزش عليها. من ضمنها التلوث، فلازم على الاقل كل اسبوع تفصل من التلوث وتروح مكان بعيد
هتقول لي ما عنديش يا حبيبي شاليه في السخنه ولا الساحل الشمالي، انا مش من قلية الخوم. اقول لك يا سيدي سافر بلدك في حته فاضيه هاديه شويه، غير جو. دي اول حاجه. تاني حاجه اليوريك اسيد اللي هم كانوا الناس بيحللوا على اساس هو بيعمل التهابات المفاصل والنقرس وداء الملوك، لا، لو ان ده بيعمل تصلب في الشرايين. قله عدد ساعات النوم، الارق ده لو ان هو من ضمن اسباب تصلب الشرايين. المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه والحاجات المحلاه بالسكر الصناعي، لو ان دي ممكن تعمل الازمات القلبيه. بعض مضاعفات الكوفيد، في ناس عندهم متلازمه ما بعد كورونا استمرت وعملت تلف في عضله القلب او تليف في الرئه، دول ممكن يجي لهم سكته قلبيه في سن صغير. السنجله اللي هو الواحد اللي يعيش فتره طويله مش متجوز، لو ان الشريك الكويس صالح ده بيقلل من ازمات القلب والموت المفاجئ.